بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. زي ما انتوا شايفين كده فيديو جديد، هنعمل الكاب اللي ظهر لكم دلوقتي بزون. والكاب ده بينفع في المنتقبات، للمنتقبات وغير المنتقبات. القماشة دي اسمها براش، والكمية اللي احنا عايزينها عشان نعمل الكاب، الطول اللي انت عايزاه مرتين، زي ما انا بشاور لكم كده، الطول اللي انت عايزاه مرتين، والعرض القماش ده 1.50 متر. يا ريت اللي بيشوفنا لأول مرة يشرفنا بالاشتراك ويدوس على كلمة الكل عشان يوصلوا كل جديد بإذن الله. ومتابعيني اللي بيتابعوني من الأول على راسي من فوق، وأتمنى إن انتوا برضو تنوروني باللايك بتاعكم. احنا كده طبقنا القماش ال 150 على 2، وقسنا الطول اللي احنا عايزينه زي ما قلت لكم حسب كل واحد. والمقاسات اللي احنا عايزينها عشان الكاب بيبقى طول الكاب وعرض الكتف ودوران الصدر بالدراعات، يعني تحطي الدراعات جنب منك كده ويتلف حواليكي الشريط المقاس من اعلى منطقه في الصدر. تمام كده؟ احنا خلاص احنا خدنا هنا الطول وحددنا بالمسطره كده عشان اللي احنا هنشتغل عليه. الطول اللي انت عايزاه ده بيفرق من حد للتاني، بتزودي بس 2-3 سنت عشان الخياطه. طبعا هنا من الناحيه المفتوحه احنا بدينا عشان احنا هنعمله بسوسته من قدام، فيا دوبك هنسيب 2 سنتي بس لزوم السوسته. تمام؟ لو بزراير هنسيب مسافه 6 أو 7 سنتي لو بزراير. تمام؟ هناخد احنا دوران عرض الكتف هنا وننزل 3 سنتي زي ما احنا عادي خالص المقاسات بتاعتنا. وناخد هنا حردة الرقبة احنا عاملينها واسعة شوية، عاملاها 9 عشان ده هيتركب له ايه؟ كابيشو. وطبعا بننزل برضك ب9 سنتي ونعمل الدوران بتاعنا العادي خالص. وهننزل برضك ايه؟ بميل الكتف هنزل كده 3 سنتي لنقطة الحوض بتاعة الرقبة، حردة الرقبة يعني. وبعد كده هون المقاس اللي بعد كده هناخد بقى ايه؟ سقوط دوران الصدر. دوران الصدر احنا هننزل الدوران بتاعنا العادي الخالص اللي هو هننزل مثلا حردة الجيرو، احنا هنا زي ما احنا عايزين 20 22 زي ما احنا هنحددها. وهناخد دوران الصدر من عند خط 2 سنتي بتوع السوستة، مش من على الطرف خالص. هناخد الدوران بتاع الصدر خالص زي ما قلت لكم بالدراعات، وبعد كده اوتوماتيك كده على طول بنزود عليها 10 سنتي، بنزود عليها 10 سنتي، لان احنا ما بناخد المقاس بتاعه الدراع على الصدر بيبقى ماسك البتاع اللازق على الجسم المزوره، لا احنا بنزود 10 سنتي عشان البحبحه بتاعه ايه؟ اللفه بتاعه على الكتاف والدراعات والصدر. ال 10 سنتي دي اساسي. تمام؟ بنبقى عندنا هنا اللي بيخيطوا دي الريجه، الريجه دي احنا بنظبطها، بنخلي الدوران من عندي نقطه الكتف على ايوه النقطه اللي انا بشاور عليها دي اللي هي نقطه بعد ال 10 سنتي، اللي هي اخر نقطه ال 10 سنتي. والدوران كده بنظبطها من عند 3 سنتي بتوع الكتف لحد تحت زي ما انتم شايفين كده، ونديها دوران خالص كده بنمشي ايه زي ما انتم شايفين كده. ده يعني يعتبر كل اللي في الكاب هو الحته دي كده بالظبط. من بعد منها بننزل بقى من النقطة اللي هي بتاعت دي كده لتحت للتوسيع خالص لآخر الديل تحت لأوسح منطقة من القماش الناحية المقفولة، بننزل بقى على طول خط دور كده على واسع. الكاب ده على فكرة بيلبس مقاسات كبيرة وصغيرة، يعني المقاس ده كان لحد يعني ايه قليل في الجسم شوية، بس يلبس حد كتير كبير يعني في الحجم، وهيبان لكم في اخر الفيديو كده. تمام؟ خليكم معايا بس في الاخر الفيديو نشوفوا شكله جميل جدا وشكله عملي جدا، وبيغني عن الشيلان اللي هي بتبقى عايزه تمسكيها وانت ماشيه او حاجه زي كده وما تعرفيش تمسكي اي شنطه في ايديكي كده. لا ده بتلبسيه وتطلعي ايديك من الفتحه وتنسي نفسك خالص زي ما انتم شايفين كده. طبعا عشان نعمل الدوران الاخير بنعمل زي طريقه الكلوش، بنحط من عند نقطه الحردة الرقبه كده فوق المزوره وطرف المزوره الثانيه لغايه اخر الطول بتاع الكاب، ونمده بدوران كده، نثبت الاولانيه فوق خالص نثبتها ونحرك الايد الثانيه اللي عند طرف القماش كده لدوران كده لحد الاخر لغايه لما تبقى بالمنظر ده كده. ده وتمشي الدوران كده يبقى دون ايه زي الكلوش العادي. في ناس بتبقى عايزه
تعمل اللي ورا واللي قدام طويل والجناب قصير قوي، فممكن انت تاخدي المسافه دي من الجنب هنا من طرف الديل وتقصريها براحتك. طبعا في كابات بتبقى فيه فتحه زي دي كده، اللي هنا عاملاه الخط ده اللي قبل النهايه قبل خط الجنب ده، اللي عايز ده حسب ما يحب لك. احنا هنعملها من عند الخياطه فتحه الكم كده. تمام، دلوقتي خلاص احنا خلصنا يعتبر الامام بتاع الكاب، هنقص عادي خالص. بقول لكم ان هنا لو عايزين بزراير بيتساب بتاع 7 سنتي. هنقص بقى دلوقتي، معلش بقى زكاة مش باينه في الكاميرا بتاعت التليفون، فايه الله المستعان كده يعني. ايه برضو كنت عارفين ان القص هنمشي على الخطوط اللي احنا عاملينها. طبعا احنا قصينا اهو الدوران، وهنيجي عند فتحه الايد بنعمل المربع الصغير ده كده، عشان ده اللي هيتني من جوه وهيدينا تشطيب حلو لفتحه الكم. وفي ناس بتعملها فتحه كبيره، دي براحتك خالص، كبيره صغيره فوق او تحت ده حسب المقاس، عشان ما حدش يقول لي طب اخترتي الجزء ده ليه. لا، انت بتقيسي على صاحب الكاب انت عايز الفتحه فين. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دلوقتي احنا خلاص قصينا، نيجي من تحت بقى الدوران ده بنقصه زي ما انا ما كنت رسميه. هو مش واضح دلوقتي لان جنبي مني خالص اللي كان التليفون، وما خدتش بالي ان انا مش محدده او ايه اللي باين في الكاميرا. اهو قصينا كده زي ما قلت لكم، الناحيه اللي انا بقص منها دي لو حد عايزها اقصر من كده دي براحته خالص. في دلوقتي المنتقبات بيبقى عاملينها قصير من الجنبين قوي. دلوقتي احنا خلصنا، نيجي بقى نعدل نفرد القماشه الباقيه. ومكان ما احنا قصينا دي بقى زي طريقه الايد ورجل، احنا عشقنا القماش. ايوه زي ما انتوا كده شايفين ان انا بجيب الامام وبرفعه لفوق لحد ما تيجي نهايه القماش. هوريها لكم دلوقتي. دلوقتي لازم نفرد كله كده القماش واظبط واطلع لبره الاتنين سنتي بتوع السوسته، اطلعهم لبره. بصوا انا هنا كده بزحزح اهو، بزحزح الامام ده لفوق لحد ما تيجي على قد اخر حاجه، عشان ما يبقاش اقصر من اضيق منه يعني. اهو بصوا زي كده الطرف على الطرف، الجزء اللي هو عند الدوران فوق كده اظبطه على بعض. وبعد كده هقصه خالص عليه كانه هو باترون على الامام على الخلف، كانه باترون، واقصه خالص بالظبط كده. وبعد كده نعمل التعديلات بتاعتنا. عايزه اقول لكم ان القماشه اللي انا جايباها دي البراش مش عارفه هو بيبقى خامته كده ولا بيبقى فيه انواع منه، لان دي طلعت خفيفه جدا. فعشان كده ممكن قماشه تقيله تبقى حلوه قوي في الشتاء، ده كمان هتدفكوا قوي. عايزه اقول لكم برضو ان انا وانا بقص الديل هنا بقول لكم ان ممكن حد يقصر الجناب قوي اكنها زي بلوزه او حاجه زي كده، هو بتبقى على نازل على واسع، بتبقى حلوه كمان للمنقبات او من غير اللي هو المنتقبات يعني، او غير المنتقبات. دلوقتي احنا قصينا خلاص الاثنين مع بعض. التعديل بقى بتاعنا احنا نعمله في ايه بقى؟ في الامام بنيجي بننزل من عند نقطه الكتف، اهي احنا محددينها من عند نقطة حردة الكتف مع الرقبة، وبننزل من عندها سنتي او سنتي ونص مش اكتر من كده، ونيجي نمدها على نقطة الكتف اللي احنا عاملينها بس بدوران كده زي ما انتوا شايفين، ونمدها بدوران بسيط. وبرضك هنخليها واحنا بنقصها سرحة كلها مع بعض، ما يكونش في حتة طالعة وحتة نازلة زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط. ده زي ما بنعمله في البلوزات في التفصيل او الفساتين العادية خالص، عشان الصدر ما يقلبش لقدام. ده السنتي ونص ده، وانا عشان كده لازم نلبسها. في ناس بتلبس الحاجة ساعات بلوزة تلاقيها حادفة لورا، دي بقى بسبب كده. تمام، احنا دلوقتي بنقيس حردة الرقبة الخلفية والامامية عشان هنعمل الكابيشو عرضه قد ايه. تمام كده، يا رب اكون قدرت ان انا اوصل لكم المعلومة وتقدروا ايه تعرفوا الشرح كويس. ولو حد في حاجة وافى معايا يا ريت يكتب لي في التعليقات وانا من عينيا اشرحها له تاني. طبعا دي الحتة الفاضلة من القماش. فالزنتي دون زي ما انتم شفتوا في الصورة ان هو واسع وطويل من ورا، بحيث ان انت لما تحطيه على راسك من فوق بيبقى مرخي من على الجنبين من عند وشك، طبعا بيبقى متني من قدام. فاحنا بنتني طرف القماش كده زي ما انتم شفتوا اكنها زي المرد كده،
دلوقتي احنا حددنا نص دوران حردة الرقبة وعلمنا العلامة، وبعد كده هناخد طول الزونت اللي هو بنلف المزورة من أول الجبين من قدام لحد الرقبة من ورا عند حردة الخلف، ونعمل الطول. وعايزين نزود ده براحتنا خالص حسب ما احنا عايزين. تمام، احنا كده حددنا الطول وحددنا العرض بتاع عند الرقبة بس مع زيادة الخياطة. تمام، احنا بناخد هنا بنزود بقى عن المقاس اللي تحت مسافة، بحيث ان هي تبقى من ورا بتبقى واسعة زي الدماغ من عند من فوق، غير حردة الرقبة بتبقى اوسع شوية، نزود 15 سنتي زي ما انتم شايفين او زي ما انتم عايزين. بعد كده بنعمل المستطيل ده وبنعمل الزاوية زي ما انتم شايفينها كده، احنا عايزينها زي ربع دايرة بالظبط كده. نيجي من عند حردة الرقبة من المكان من تحت من ناحية الخط اللي هو تحت الدايرة، وبناخد مسافة زي ما انتم شايفين، بس احنا بالظبط كده بناخد مسافة لفوق خالص كده، هو بتاع 2 3 سنتي زي ما انتم شايفين كده، وبنخلي الناحية المتنية دي أطول منها بشوية عشان حردة الرقبة اللي قدام بتبقى نازلة لتحت شوية عن الخلف بالمنظر كده. وبعد كده نقص خالص مع زيادة اللي هو ايه مسافة الخياطة بس مش اكتر. خلوكوا بس فاكرين ان الناحية اللي هو الشريط اللي نازلة دي كده، دي بناخد 2 سنتي لفوق او 3 سنتي عشان الحردة بتاعة الخلف زي ما انتوا شايفين كده. بقى خلاص احنا هنروح على الخياطة عشان نخيط وخلصنا. هنبدأ بقى كده على المكنة، ادي الخلف والامام مع بعض مع التعديلات. هنشيل الجزء اللي تحت اللي هو الخلف، وهنعمل نبتدي نعمل السوسته. السوسته دي صغيره بس انا دي المكانات متوفره عليا عندي، فانا قلت عشان اخلص الفيديو واخلص الكاب قدامكم هعمل بيها، وبعد كده بعدل انا ايه الكاب بسوسته كبيره حسب الطلب. احنا كده حطينا السنون اول فرده من السوسته، السنون في اتجاه جوه مش اتجاه الحرف، يعني حرف القماش مع حرف بتاع السوسته، ونخيط كده على عرض الدواسه العاديه مش دواسه السوست، عشان دي عايزين السنون تبان، ولازم واحنا بنخيط نريح القماش اللي تحت، لان القماش ده لكرة شوية والسوستة مش لكرة، فلازم نريح القماش اللي تحت تحت الدواسة، لازم يبقى القماش هو اللي عند الدواسة. تيجي بقى نعمل الفردة التانية برضو نفس الوضع، بس بنقيس من تحت المسافة الفاضية اللي هي بتبقى بنهاية السوستة مع نهاية الفردة التانية من السوستة، عشان الاتنين يطلعوا مظبوطين مع بعض. وانا برضو مدبسة من فوق عند الطرف السوستة عشان اشوف المسافة مظبوطة ولا لا. برضو زي ما احنا كده شايفين انا بريح القماش من تحت، شوف الايدي اللي هي مش اللي ماسكة السوستة، الناحية التانية ماسكة القماشة بالظبط كده ومريحاها. شوف انا مدبسه من فوق كده اهو عند اخر السوسته عشان يبقى انا اشوف المسافه مظبوطه ولا لا، وطلعت بالظبط قد المسافتين مع بعض الفردتين. دلوقتي احنا قفلنا السوسته، وبرده انا بعمل لها عايزه اعمل شفه للسوسته تثبتها وتديها شكل حلو. انا هعمل عينه منها دلوقتي صغيره وهوريكم شكلها ازاي، بس برده بقلب السوسته على الظهر كده، يبقى الوش على المكنه من تحت عشان يبقى القماشه الاكره هي اللي على الكروشيه زي ما انتم شايفين كده، بتبقى الشفه بتاعتها تبقى تديها شكل كده حلو. انا عملت عينه بس كده اهو على اساس ان انا اوريها لكم، بعد كده هعمل ايه الباقي كله. دلوقتي بقى هنبتدي بقى ايه زي ما متعودين هنعمل الخط من فوق من عند مكان الكتف، زي اي بلوزة او اي فستان بعمله لازم اشبك الكتف الاول، وقبل ما بشبك الكتف بعمل الشغل اللي بيبقى موجود عندي في الامام، الامام او الخلف اذا كان في سوسته بركبها الاول وهي على المفتوح خالص، بعد كده اشبك الكتاف مع بعض. دلوقتي بقى اشبك الكتاف مع الدوران بتاع الكاب من ناحيه من الحرف كده، اسيب مسافه واعمل حساب اعمل فرماتوره عند بدايه الفتحه بتاعت الايد عشان ما تفتحش معايا مع اي شده وانا لابسه الكاب. يا ريت اللي وصل لحد كده في الفيديو ما ينسناش في اللايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل له كل جديد باذن الله، ولايك وكومنت محفز منكم فضلا وليس امر. وبعد كده ارجع بعد ما اشيلها من الدوسه ابتدي بقى من نهايه الفتحه برضو كعمل الفرماتوره، وبعد كده اخيط الجنب بقيه الجنب اللي تحت خالص. دلوقتي برضو كعمل الجنب التاني معاكم.
لازم نظبط البداية من فوق خالص، من عند الكتف الأمام وكتف الخلف مع بعض، عشان أي الدورانات دي أي كيرف لازم تظبطي القماش على القماش بالظبط، عشان ما يجيش حتة زيادة وحتة ناقصة في الآخر. وبرضك لازم تدبسي، ده الكلام ده للمبتدئين، تدبسي الخياطات القماشتين على بعض عشان في الآخر ما يطلعش حتة زيادة وحتة ناقصة عن الطرف التاني. دلوقتي بقى احنا خلصنا الكاب، فناقص الزمت. بنمشي على الخياطات اللي احنا معلمينها، هنبتدي بالخياطة اللي هي من عند الخلف مع الدوران لحد بره زي ما انتم شايفين كده مع الدورانات. طبعا لازم افرد التانية اللي انا عملتها اللي انا كنت واخداها في المقاس وانا بقص، هعملها اوفر وبعد كده هفرد. المفروض في خطوة اعملها، ان انا قبل ما اشبك كده الكاب مع الزونت لازم اعمل الخياطة اللي انا عملتها في النص دي، لازم اعديها شيمة. فانا هشبك كده عشان اشوف بس المقاس الاول بتاع الرقبة ماشي مع حردة الزونت، لقيتها مظبوطة وزايدة التانية. بس هاجي بقى انا اروح ايه، عملت الخياطة الشيمة اللي بتدي شكل جمالي وحلو قوي، بعد ما عملت الاوفر للخياطة اعملها شيمة. هيبان لكم في الايه، في بعد ما خلصوا تدي شكل جميل جدا كأنها زي الجاهز بالظبط. ايه رأيكم الشكل الشيمة مديها شكل جميل جدا للزمت. دلوقتي خلاص احنا بقى ايه، هنبتدي بعد ما خيطنا كمان عند حردة الرقبة مع التانية بتاعة واحنا تانيين التانية بتاعة الزمت الحرف، نبتدي بقى نتنيها نثبتها بالخياطة. طبعا هريح القماش برضك مع بعض، والاوفر اللي عملنا الاوفر ليها عشان نتنيها تانية واحدة وتبقى شكلها حلو، لان يعني القماش ده ما ينفعش فيه تانيتين سواء في الديل او في الزونت. شوفوا التانية شكلها حلو ازاي. تيجي هنا بقى للفتحة دي، احنا بنفتح القماش على الظهر كده، والزيادة اللي احنا خدناها كده بندبسها بدبابيس عشان واحنا بنزحزح تحت الدواسة ما تتلخبطش مننا وتبقى فردة اقل من فردة في الخياطة. هي برضك انا بس يعني مش عايزة اطول عليكم الفيديو، عشان كده انا المفروض بيتعمل اوفر على المفتوح الفتحة دي، يعني الخياطة بتاعت الجنبين كل جنب لوحده بتعمل خياط بتعمل اوفر، سوري معلش بتعمل اوفر، بس انا القماش كده كده ما بينسلش، فانا قلت اوريكم الطريقه. والاوفر دي اساسيه عند اي حد كده. هنلف الخياطه حوالين الفتحه بعد ما نشيل الدبابيس وكده، وهيبان شكلها كويس جدا وشكلها من بره اكنها ما فيهاش اي حاجه، يعني حاجه اكنها يعني جاهزه او احسن من الجاهز كمان. والفتحه دي برضو دي حسب كل واحد عايز فتحه كبيره فتحه صغيره، دي براحته خالص، وعايزها اللي فوق او يعني عاليه او يعني قريبه من الوسط او فوق شويه، دي برضو بتتاخد حسب اللي هيلبس الفتحه عايزها فين بالظبط. تمام كده احنا خيطنا الفتحتين وشكلهم جميل جدا، وكده الزونت خلص. يا رب اقدر اكون قدرت افيدكم بمعلومه كويسه. دلوقتي مش ناقص غير ان انا اعمل اوفر وتني تانية واحده بس على القماش ده كده. يا ريت ما تنسوناش بدعوة حلوة بصراحة الحال، وكومنت منكم حافظ. ايه رأيكم في الشكل؟ يا رب اكون عاجبكم، والسلام عليكم.